السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد غادي نهضر لكم المباراة ديال المنتخب المغربي في النصف النهائي أمام إفريقيا تحت 17 سنة، المغرب ضد مالي. غادي نناقش لكم هذه المباراة ديال النصف النهائي ديال المنتخب المغربي أمام مالي، شكون غادي يفوز الى النهائي، واش مالي ولا المغرب. وغادي نناقش لكم مباراه ثانيه، السنغال بيركينا فاسو في النصف النهائي امم افريقيا تحت 17 سنه. اللي عليكم هو تبع هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم ديما جديد. قبل ما نبداو لكم التفاصيل، الف 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 مبروك تاهل المنتخب المغربي الى المونديال، الى كاس العالم. مبروك علينا الفوز التاريخي على المنتخب الجزائر 3-0. اذا نبارك لكم المغاربه كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، وي ديما مغرب اخوتي، مبروك علينا الف 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 مبروك للمغاربه من طنجه الى القويري العزيزه، الفوز المنتخب المغربي امام الجزائر 3-0 والتاهل لكاس العالم، زائد تاهل الى النصف النهائي امم افريقيا على الاراضي الجزائر وعلى الملعب، خصوصا الملعب قسنطينة غادي تلعب فيه المباراه ديال النصف النهائي بين مالي والمغرب. اش غادي نقول لكم، المنتخب المغربي شفنا كيفاش لعب امام نيجيريا دور المجموعات، وشفنا كيفاش لعب امام جنوب افريقيا، وشفنا المنتخب المغربي كيفاش لعب امام الجزائر والفوز 3-0. اذا المنتخب المغربي 90% الفوز على مالي والتاهل الى النهائي ان شاء الله بحول الله. اذا مالي ديجا انتصرنا عليهم، ديجا خسرنا معهم، اذا اش غادي نقول لكم، مالي كيبقى فريق قوي، ولكن على حسب النيفو ديال المنتخب المغربي والاحصائيات ديال مالي ديال المغرب، نلقاو المغرب احسن. اذا حنا الحمد لله دائما كنتوفقوا على الكره القدم خاص ديال مالي، وفي نفس الوقت عندنا احساس بانه المنتخب المغربي غادي يفوز على مالي وغادي يتاهلوا الى النهائي ان شاء الله، وعلاش لا الفوز بهذا اللقب. من رايي على حساب المباراه ديال السنغال امام بيركينا فاسو، شكون اقوى، واش بيركينا فاسو ولا السنغال؟ اذا المدرسه ديال السنغال وكره القدم ديال السنغال، ديجا هما فازوا بامم افريقيا بالمنتخب الاول في الكاميرون، اذا ديجا تهلوا على الفراعنه، فوز على المصريين اللي كانوا اقوى في كاس افريقيا واقوى على حسب التاهل ديالهم لكاس العالم، قصتهم السنغال. اذا السنغال ممكن تنتصر على بيركينا فاسو، حاليا نتمنوا حنا بركينا فاسو التاهل باش نلعبوا معاه في النهائي ونفوزوا باللقب. اذا حنا في صالحنا التاهل بركينا فاسو، ولكن اش غادي نقول لكم، السنغال كتبقى السنغال، انا رايي السنغال 90% التاهل الى النهائي. اذا اش غادي نقول لكم، المغرب والسنغال الى النهائي ان شاء الله بحول الله. المنتخب المغربي بين بانه فريق قوي، وفي نفس الوقت الفرحه كبيره جدا للاعبين ديال المنتخب المغربي بعد الفوز على الجزائر بالثلاثيه والتاهل لكاس العالم وفوز تاريخي والتاهل الى النصف النهائي. اذا الفريق ديال المنتخب المغربي تحت 17 سنه كاين واحد التحفيز كبير جدا جدا والفرحه كبيره جدا، وهما الاميه ديالهم هذا المنتخب تحت 17 سنه هو الفوز باللقب خاص في الملعب الجزائر على الاراضي ديال الجزائر. اذا نفوزوا باللقب ديال امم افريقيا من القلب الجزائر، الفوز تاريخي، وهذا اللقب الى جبناه ديال امم افريقيا من الجزائر القمه ديالو بحال الا فزنا في كاس العالم. باش نكونوا واضحين، اذا شفنا كيفاش وقع للجزائر بعد الفوز المغرب على الجزائر، شفتوا المسؤوليه، المسؤولين ديالهم، شفتوا الجماهير ديالهم كيما حزينين وغاضبين، وشفتوا الاعلام ديالهم الصحافه، وشفتوا زيد وزيد بزاف ديال الحوايج. اذا الفوز باللقب خاص في الجزائر راح يعطي واحد القمه كبيره جدا جدا لكره القدم المغربيه، وهذا الشيء كنتمنوا ان شاء الله بحول الله. وحاليا ان شاء الله عندنا منتخب رائع جدا، والفوز
ان شاء الله على مالي. اذا احصائيات ديال مالي راه شنو نقول لكم، ماشي فريق قوي ولكن حنا احسن. اذا الى شفنا احصائيات ديال مالي وديال المنتخب المغربي، نلقاو المغرب طالع. اذا الى درنا المغرب في الميزان ومالي في الميزان، نلقاو على المغرب طالع. اذا نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي، وهذه هي الامنيه ديالنا، الفوز على مالي والتاهل الى النهائي. غادي نقول لكم كما قلت لكم السنغال غادي تلعب امام بيركينا فاسو، وهذه المباراه الاولى ديال السنغال امام بيركينا فاسو غادي تلعب نهار الاحد مع الخمسة توقيت مغربي. وفي نفس الوقت ملي غادي تسالي المباراه ديال السنغال وبيركينا فاسو، غادي تبدا المباراه ديال المنتخب المغربي امام مالي مع توقيت مغربي 8. وهذه المباراه ديال المغرب اللي كتهمنا بزاف، واللي كتهم المغاربه كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، غادي تلعب مع 8 ومنقوله على قناه الرياضيه تي ان تي ارضيه. ونتمنى ان شاء الله لفوز المنتخب المغربي على مالي، وتكون الفرحة كبيرة. هذه هي الأمية ديالنا والأمية ديال العالم ديال العرب كله اللي كيشاهد المنتخب المغربي، ونتمنى إن شاء الله الفوز المنتخب المغربي على مالي والتأهل إلى النهائي. إذا الحمد لله إحنا ما عندنا ما نخسرو، إذا تأهلنا إلى كأس العالم، إذا التأهل لكأس العالم هو أهم حاجة. وفي نفس الوقت حاليا غادي نلعبوا في الكل وفي الكل، وما عندنا ما نخسروا، ننتصروا على مالي وننتصروا على السنغال ربما الى الثالث النهائي، ونفوزوا بهذا اللقب ونجيبوا اللقب من الجزائر ونحتفلوا به ان شاء الله خاص في المغرب. اذا هذه هي الامنيه ديال المغاربه كاملين. اذا عندنا الثقه، شفنا مدرب في المستوى ديال المنتخب المغربي، وفي نفس الوقت المدرب دائما كيعطى واحد التصريح كيبين بأنه باغيين يفوزوا بهذا اللقب، حيت الا شفنا الفوز على الجزائر والتصريحات ديال اللاعبين كيقولوا بأنه حنا فرحانين بزاف وحنا باغيين نفوزوا باللقب، جايين باش يفوزوا باللقب. اذا الاهم مهم جدا راه تهنى لكاس العالم، هذا هو مهم جدا وحاجه مهمه بزاف، هو فوز تاريخي على الجزائر 3-0. اذا هذه مهمه بزاف، والتاهل الى النصف النهائي مهم بزاف، والفوز في النصف النهائي يعطي واحد التحفيز كبير لكره القدم المغربيه. وفي نفس الوقت علاش لا، الى وصلنا النهائي علاش لا نلعبوا على اللقب ونفوزوا باللقب ان شاء الله بحول الله. اذا هذا الشيء كنتمنوا ان شاء الله، نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، ونتمنى الكره المغربيه نشوفها ما افضل ان شاء الله بحول الله. وفي نفس الوقت غدا ان شاء الله غادي نقول لكم نهار السبت غادي تلعب الوداد امام سان داونز، فريق جنوب افريقيا، حتى هو غادي نديروا لهم فيديو ان شاء الله. ونتمنى التوفيق للوداد البيضاوي والفوز على سان داونز والتاهل الى النهائي ان شاء الله. وفي نفس الوقت المباراه ديال الترجي امام الاهلي المصري مع 8 اليوم الجمعه. وفي نفس الوقت نتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى التوفيق لهذه الفرق ديال المغرب العربي في دوري ابطال افريقيا، وعلاش لا نشوفوا الاهلي المصري امام الوداد في النهائي، ولا نشوفوا الترجي والوداد في النهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله بحول الله، يكون لقب دوري ابطال افريقيا عربي ومغرب عربي ان شاء الله بحول الله. اذا غادي نبحثوا وغادي نشاركوا معكم ما افضل ان شاء الله على المنتخب المغربي. بعد هذا الفيديو غادي ندير لكم لايف على القناه ديالي، ممكن تشاهدونا على اللايفات البث المباشر خاص في القناه، المنتدى البث المباشر، ستوريات، الفيديوهات اللي انا تبحثوا خاص فلاشين المكان ديال البث المباشر، وتلقاو المزيد ديال الفيديوهات والنقاش على كره القدم ديال المغرب العربي وخارج المغرب، دوري ابطال اوروبا. وفي نفس الوقت دائما حنا كنديروا امكانيات ديالنا والمجهود ديالنا باش نوصل لكم واحد الميساج ونحطوا راينا، وواحد الروح الوطنيه والروح الرياضيه دائما مع بيزلاف، ودائما نتمنوا النجاح ان شاء الله بحول الله. قبل ما نساليو هذا اللايف اخوتي، ها هي اخوتي، ها هي الرايه المغربيه، الصحراء المغربيه، والمغرب في صحرائه زائد صحراء شرقيه، تنجوف بشر ابرق ارض مغربيه. ها هي اخوتي ديما ديما، والله ينصر ملكنا محمد السادس، عيش ملك ملكنا محمد السادس، ديما مغرب اخوتي، ونرفعوا الرايه المغربيه، ونتمنى التوفيق ان شاء الله لفوز المنتخب المغربي في النصف النهائي على مالي. بعد الناس غيقولوا لي اشنو كتوقع في النتيجه، حيت ملي سولت بزاف قال لي مالي غادي تخسر، المغرب غادي يتهد. اذا النتيجه ممكن نشوفوا 2-0، ممكن نشوفوا 2-1، ممكن نشوف 1-0، ممكن نشوف 3-2، 3-1، ممكن نشوف اشواط اضافيه، ممكن نشوف ركلات ترجيحيه، حاليا باقي ما عرفناش، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله يكون خير. شكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم على اللايك ديالكم،
ما تنسوا اخوتي اشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ساعدونا باش نوصلوا القناة 300K. تحياتي.